نبدأ بشيء جميل يا جماعة عايزين نتكلم عنه النهاردة، وإن إحنا نشتغل دايما بإخلاص ونعمل اللي علينا في حياتنا. طول ما أنت بتعمل اللي عليك في حياتك، في شغلك، في تعاملاتك مع الناس، في خدمتك حتى لبلدك، مفيش شك إن لو كل موظف أو عامل اشتغل بضمير، بلدنا هتكون في المكانة اللي تستحقها بجد. والأجمل بقى إنك لما تشتغل كده وتعمل اللي عليك وتجتهد وتسعى، تلاقي اللي بيشجعك وتلاقي اللي بيساعدك وتلاقي اللي بيدعمك ودايما في ظهرك. الحقيقة لفت نظري امبارح، وخليني كده أحكي لكم عن فيديو نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن جائزة مصر للتميز الحكومي. ايه قصة الجايزة؟ الجايزة دي هي جايزة وطنية، الهدف منها تشجيع الموظفين في الجهاز الحكومي والمؤسسات على التنافس، بس مش اي تنافس، التنافس الايجابي الفعال والبناء، وترسيخ مبادئ وقيم التميز في كل قطاعات الدولة، واللي بالتأكيد هتنعكس طبعا على بلدنا وعلى تقدمها وعلى تطورها، وكمان بتنعكس على تحسين جودة حياة المواطن. الجائزة دي يا جماعة تم إطلاقها علشان نبقى عارفين في سنة 2019، ودي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع دولة الإمارات العربية، وخلال أيام قليلة وتحديدا بالضبط علشان الدقة يوم 19 أكتوبر الجاري هيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة التميز الحكومي في دورتها الثانية إن شاء الله. حقيقة يعني الجائزة دي أكبر دليل على حرص الدولة لتغيير فلسفة العمل الحكومي وتسليط الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات والأفراد في القطاع الحكومي. الأجمل كمان في الجائزة دي إن أي جهة حكومية من حقها المشاركة فيها، ومش بس كده، ده كمان من حق القيادات والموظفين بالجهات دي إنهم يشاركوا. وعاوز أقول لكم إن عدد اللي تقدموا للجائزة دي في الدورة الأولى والثانية أكتر من 5000 جهة ومؤسسة حكومية وموظفين كمان، وده بعد ما بقت المشاركة في المسابقة إلزامية على جميع الجهات. ده بالإضافة إلى إنه هيتم مضاعفة قيمة الجائزة النقدية اللي بلغت قيمتها 1,000,000 جنيه للمؤسسات و 200,000 جنيه للأفراد، وكمان استحداث فئات جديدة في مجال التعليم والصحة وأفضل فريق عمل وأفضل موظف حكومي. حقيقة فعلا يعني جايزة مهمة وتشجع الناس ان هم تشجيع حلو ان الناس تحس ان هي عايزة تقدم دايما الأحسن، وان احنا كمان نغير منظومة العمل الحكومي بحاجة تحفز الناس دايما ان هم يعملوا الأفضل. هو يا جماعة طول ما احنا يعني بنشتغل وعندنا دافع وعندنا حاجة بتشجعنا وبتدعمنا، طول الوقت هنلاقي نفسنا كده عايزين نسعى، عايزين نقدم أحلى ما عندنا علشان كمان ننجح ونوصل اللي احنا عايزين. ربنا يكرمكم جميعا على الصبح، وخلونا